العطلة الصيفية، عودة المهاجرين بالخارج، والموسم السياحي، كلها فواعل من أجل الترفيه والانتجاع والتسلية، من أجل إعادة التأهيل النفسي وتوازن الذات. فما هو حظ المواطن التونسي من التسلية والترفيه؟ وهل توجد لديه برمجة عائلية أو جماعية أو فردية ضمن خططه الحيوية؟ كتونسي تخصص ميزانية للاصطياف؟ والله الاصطياف نخصصه له ميزانية، أما كنا معناها مش في صفاقس نخصصه له ميزانية، ديما نخليه معناها يصوم معناها من فلوس باش نصيفوا بها، الواحد يبدأ يحسب فيها من الشهر الأول متاع العام، يبدأ يحسب وخلي مصروف الصيف يمشي مهدية، يعمل جمعة في المهدية ولا يمشي سوسة حمامات. بالطبيعة هذاك أي إنسان تونسي أي مواطن تونسي لازم يخصص جزء للترفيه، هذاك بالطبيعة باش ما يبقاش ديما يخدم، راهو بريود يخدم فيها وعن على الأقل يعمل جماعة هذيك باش يتبحر فيها، باش يفرهد صغيرات، باش يفرهد المدام، باش ما يبقاش يزعج. كل قدير وقدره، معناتها واحد يصرف ثمن يصرف ثمن، كل قدير وقدره معناتها إنسان. صحيح، هو يجم أي مواطن تونسي راهو إذا يحب يترفه يجم يخصص ميزانية للترفيه، أما إذا هو معناتها ميزانيته مدخول وما يسمحلوش صعيب. لا تو سي ما عادش النجم نرفهو، ما عادش أختي، خطر الدنيا صعبة ياسر، تخرجي من دارك معناها كل شيء وأنت تمدي ياسر، بصراحة ياسر غلاء، ياسر استغلال، ياسر سرتو الشط معناها ما عادش النجم. تواني جيت من صفاقس خذيت لواج ونجو هنا نكرو باراسول وشوفي ننقصوا الماء نشرو، معناها كل شيء بالفلوس. هو التونسي يحب الجو بطبيعته، يعني معناتها ديما يخلي هيك البارتي الصغيره اللي هي كونساكري ديما التصيف نتاعو باش يعدي هيك البريود نتاع دو جور تروا جور، يعني يومين ثلاثه راحه يفرد فيهم فرد الصغيرات. في رايك انت فما شكون يعني يصري الدين باش يتفرهد؟ فما عندنا عباد نعرف من الدين ومشي يتفردوا. غياب الفضاءات الترفيهيه وعدم تهيئه سواحل الجهه مثل ولايه صفاقس التي تعتبر سواحلها الأطول في البلاد، إضافة إلى غياب المنتجعات السياحية وضعف الشبكة الفندقية وفساد السياسات التي استهدفت الجهة في مجال الإنماء، جعلت المواطن في جهة صفاقس يعمم وجهه في اتجاهات الولايات الساحلية المتخمة لها على غير المهدية أو حتى البعيدة كجهة الحمامات، ذلك أن أقرب شاطئ للاستجمام هي قرية الشفار الكائنة على بعد 30 كيلومتر جنوب صفاقس. انت كصاحب لواج فما عباد يعني بور المومون قاعده تخرج باش تمشي تصيف؟ لا بنسمه قليله، ماهيش معناها بالنسبه يعني للترفيه البرا يعني يخرجوا يحوسوا، لا بنسبه قليله ياسر، معناها الوضع معناها بصفه عامه يعني مش يعني ما يخولش فهمتي، باش يخول نسبه قليله باش يخرجوا يترفوا ولا فهمتي ولا يتمتعوا ولا حاجه. فما موجود فما ناس تخرج خاص ميزانيه خاصه وتخرج اقل شوي اقل شوي امور نفسيه وبرا. أكثر المناطق اتجاها يعني وين بالضبط يمشيوا؟ أكثر الاتجاهات إلى الشفار، بالنسبة لنا الشفار. أنت يا سناء وفين مشيت يا بار صفاقس؟ والله أبار أول مشيت الشفار، خاطر ظروفي ما تسمحش باش نمشي نتفرهد. أنت وين تمشي تصيف؟ ديما في الشفار، 24 ديما ولد الشفار. ما تخرجش لبقعة أخرى؟ صحيح، نخرج من البحر يموتني. تقول انت الميزانيه بعد العيد وبعد رمضان فما نوع من الاستنزاف للمصاريف؟ المعيشه بصراحه صعبه ياسر، الغلاء المعيشه ياسر، انا الانسان معناها خدام نهار تصور نهار ب 17 دينار وتسمى اسره صغيره، معناها تو البنيه ما كبرتش والمدامه في الدار، اما ما نكذبش عليك ما ثماش فضل. القيام ب يعني جوله ترفيهيه في صفاقس وفي عده مدن يعني خاصه في جنوب البلاد التونسيه اللي تفتقر للفضاءات الترفيهيه هذه، فضاءات يعني التنشيطيه، وقمنا باستخدامها من ايطاليا وهي معدات يعني حديثه وفقنا يعني ايطاليين هم اللي يشتغلوا عليها، وانا اصلي يعني من صفاقس هنا وشفت ان صفاقس يعني الفضاءات الترفيهيه هذه التنشيطيه يعني منعدمه تماما، لذا يعني حبيت ان اجي اول بلاصه الى مدينه صفاقس. بالمناسبة هذه نحب نشكر يعني ننوه بالشكر إلى قوات الأمن هنا في صفاقس اللي هما صاهرين تقريبا 24 ساعة، يعني على 24 ساعة هنا موجودين لتأمين الفضاء وزوار الفضاء والإيطاليين المقيمين هنا الأجانب والمعدات. نحبوا الفضاء ديما هكا في صفاقس مش مرة برك.
هيك ايش نقول؟ تنجموا تعملونا ماناش عام 12 ويخدم تبارك الله معناتها خاطر الشخصيه راهو يصرفوا خاطر ما عندهمش وين يحوسوا بالحق بالحق ما عندناش وين نحوسوا معناتها حتى بلاصه نحوسوا فيها كيما جينا هكا ماناش نلقاو شويه حاكم هكا موجود شويه امن شويه كذا ما عندك حتى بلاصه سيدي منصور كما نقولوا المشروع تباروره بالحق مشروع ماهوش ناجح جمله فاشل. علاش خيرت اليوم تجي للفضاء هذا فضاء تباروره؟ والله خاطر الصغار ما عندهم وين يمشوا يجوا لنا اللي ما عندوش يستقرب لنا اكثر فهمت شي وبحكم ان كانت تقبل بيا تو وليت لا وليت لي اذا شد بلاصه وما عشني خلص ولا قوم منا وفما سمعنا بعض التشكيات لو تحكينا عليها شويه. والله يزن نقول لك فما برشا عبيد اللي هما انهم مسمين اللي هما فصايل معناتها احنا نقولوا فهمت شي كي نساعدك سادك ولا نحرم عليك حتى باش تجي لنا فهمني ولا مثلا لازمك تخلص حتى مثلا انت باش تيقف لحظه على البحر يقول لك لا لازمك تاخذ باراسول تاخذ طاوله وكراسي فهمني ولا اسكو هما يدفعوا في فلوس عليها هذه البلاصه هذه. انا اللي كاري الشط لهنا كارين الشط انا وزوز اصحابي اخرين كارينو من لابال شركه نتاع تهيئه الشواطئ معناتها كارينو بالفلوس ما عند الحاكم وهم بليس شي الباراسولات هذوما رانا شارينهم بالفلوس راهي الكعبة بسبعين ألف هذيك باراسول هذيك بسبعين ألف واللي الكراسي فما اللي شاريهم فما اللي شاري الكرسي بأربعتاشر ألف وفما اللي يمشي يكري فيه الكرسي بثلاثمية وزيدوا الترونسبور نتاعو سبعة ألاف كاميونة باش يكري لهنا بسبعمية فرنك الباراسول نكريو فيها بخمستاشر مية وحدها والكرسي بسبعمية وخمسين فرنك الطاولة بخمسمية فرنك باهي هذه العباد اللي تتشكى في الراديون واللي يقطعين لحيمتنا في الراديون وبانديه وما نعرفش شنو وسوء معامله هذا كله ما عندناش وتنجم تدور المشروع من الطرف للطرف عندنا اللي جوا يقونفي عندنا المانيج عندنا اللي بيفات عندنا برشا عباد قاعدين نخدموا فيهم وصناع ونفرحوا بيهم ونقعدوهم ونجيبوا لهم شربه من يديهم وديما مش عاجبهم لا بلديه قاعده تعاون فينا ولا عندنا حتى بوبيلات ما عندناش راه الزبله نخرجوا فيها وحدنا ما عندناش نجيبوا فيه وحدنا الضو هذا الضو ببليك نخلصوا فيه احنا المناقل الضو نخلصوا فيه معنا تواليتات ما عندناش إدارة المشروع عاونتنا باللي تقدر. علاش اخترت فضاء تبرورة باش تجي تقضي فيه أوقات من صيفك؟ أولا البلاصة الوحيدة اللي عندنا فيها وسيلة ترفيه ما عندناش حاجة أخرى وين عندنا نتفردوا بلاصة سمحة ياسر نظيفة الواحد يجينا يجيب صغاره باش يتفرهد. قضية الترفيه في عقلية المواطن التونسي ترتبط بغياب التقاليد فضلا عن الهاجس المادي بفعل تواتر محطات الإنفاق ومتطلباتها على غرار موسم الأعراس والاستهلاك الرمضاني ومتطلبات العودة المدرسية وكبش العيد وهي أزمات متعددة الأبعاد تنهك الجيب التونسي في ظل تفاقم المقدرة الشرائية للتونسي.